ينظم أطفال الشارقة معسكر صيفي والذي يستهدف أطفال المراكز والجمهور من الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة. يقام هذا المعسكر على فترتين، الفترة الأولى من 7 إلى 18 يوليو في مركز الطفل بحلوان، مركز الطفل بالخالدية، مركز الطفل بالبطائح، ومركز الطفل بكلبة. في الفترة الثانية يقام المعسكر في 28 يوليو ولغاية 8 أغسطس في مركز الطفل بمغيدر، مركز الطفل بالخالدية، مركز الطفل بالبطائح، ومركز الطفل بخرفكان. نهدف من خلال هذا المعسكر إلى اكتشاف مهارات الأطفال خلال البرامج المختصة المختلفة وإكسابهم خبرات علمية، بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم في العطلة المدرسية وصقل مهاراتهم. يضم المعسكر 360 طفل من أطفال المراكز والجمهور موزعين على المراكز التابعة لإمارة الشارقة.